للمزيد من المتابعة تنضم إلينا مباشرة من معرض الكتاب الزميلة جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري. جرمين، ضعيني في أجواء المعرض ومدى الإقبال من القارئين ومحبي الثقافة في الذهاب إليه. نعم، بعد التحية نتابع معكم من داخل مركز مصر للمعارض الدولية والمؤتمرات فعاليات اليوم السادس من معرض القاهرة الدولي للكتاب في نسخته 55. هذه النسخة التي انطلقت تحت شعار نصنع المعرفة ونصون الكلمة، وتحل فيها النرويج كضيف شرف للمعرض هذا العام، وذلك في إطار التأكيد على أهمية التشارك مع ثقافة شمال أوروبا. إذا تحدثنا عن تفاصيل أكثر عن هذا المعرض، فهو يقام بمشاركة واسعة من العارضين في هذه النسخة، يتشاركون في العرض على مساحة تصل ل 80,000 متر مربع في 5 صالات عرض، بيصل عدد الناشرين لأكثر من 1200 ناشر من 70 دولة حول العالم، مما يعكس طبعا الحرص الكبير من الناشرين على التواجد في هذا المعرض. أيضا يعني هناك تسهيلات كبيرة بتقدم من إدارة المعرض للزائرين هذا العام، كإطلاق ووجود المنصة الرقمية والتي يستطيع من خلالها الزائر أن يقوم بحجز تذاكر المعرض، أو أيضا أن يقوم بشراء أي كتاب من المعروضات. نعم. وعلى أن يتم إيصال هذا الكتاب لي عن طريق البريد المصري، هو ما يعكس التسهيلات التي تقدم ل الزائرين سواء بالتواجد داخل المعرض أو حتى في خارج المعرض. أيضا هناك تسهيلات تقدم كوجود مسارات لكبار السن وذوي القدرات الخاصة وأماكن للاستراحات والجلوس، وأيضا خطوط أتوبيسات بتتحرك بشكل مستمر من وإلى المعرض من مختلف أنحاء القاهرة تسهيلا على المواطنين. نعم. جرمين، ماذا عن الفعاليات الخاصة بالطفل؟ هو الفعاليات الثقافية التي تكون في المعرض، والتي تقوم بنتحدث عن أكثر من 500 فعالية ثقافية في 7 قاعات بتستمر على مدار أيام المعرض. أعود إليكم مرة أخرى في الاستوديو. نعم، أشكرك جرمين إبراهيم مراسلة التلفزيون المصري على هذه الرؤية حول معرض القاهرة الدولي للكتاب.